مجلس النواب من أسوان. سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. وصلتوا لفين في المفاوضات مع المعتصمين واللي قاطعين طريق الدولة ما بين أبو سمبل وأسوان؟ هو طبعا أولا مساء الخير أحمد بيه، وبعدين هو اللي إيه؟ مش سامع يا فندم. راح المفاوضات. آه. اللي راح المفاوضات طبعا النائب الأستاذ مصطفى بكري والنائب محمد سليم، هم معانا دلوقتي موجودين حاليا، فهم من راحوا في المفاوضات، فبكرة لهم لقاء تاني، يعني هم وصلوا لنتائج يعني كويسة، يعني فهم لهم لقاء تاني بكرة معاهم، هم حيروحوا لهم في ميعاد معاهم بكرة تاني، حيروحوا لهم بكرة الصبح. ايه اللي معطل فتح الطريق حتى الآن؟ والله يا احمد بيه بص، هم دي حاجات دخيلة علينا، لا من اسوان ولا من النوبة ولا من ما بتحصلش، يعني دي حاجات والله دخيلة فيها ايادي خارجية، لانه اسوان انت عارف احمد بيه يعني من زمان ملهاش، يعني حتى في ايام اللي حصلت في 25 يناير ما حصلش في اسوان يعني احداث ولا اي حاجة، دول تعبين معهم رجال الامن، الناس بتبطل 24 ساعة يعني، ومعانا السيد مدير الامن الجهات الأمنية كل الناس والله واقفين على رجلهم 24 ساعة، عطلوا السياحة، يعني في فوج سياحي 600 نفر محجوزين في لوكسور قالوا مش حياجي أسوان. يا أخي أنت عاوز حقوقك، يا أخي اديني حقوقي، ما تعتديش على حقوقي. نعم. ما تقطعش طريقي. نعم. ما تقطع أنت، ما أنا كفلي الدستور، كفلي حقوقي، الطريق ده يبقى أمشي فيه. يقطع السكة الحديد برضه أحمد بيه، ينفع الكلام ده عشان ياخذ حقه؟ طيب ما دام أنت بتعتدي على الدستور كده، وأنت بتقول لي حق في الدستور، تعتدي على الدستور بأنك تقطع السكة الحديد. مرهقين معاهم الجهات القيادات المحافظة، مرهقين الأمن، يعني الأمن احنا عاوزينه لحاجة تانية، الناس يعني انت ترهقهم تستنزفهم، ياجولك هنا وياجولك من هنا، تولع لنار من هنا وتولع لنار من هنا، الناس يعني دول بشر برضو، يعني نساعدهم، وما ينفعش الحق كده، انت عاوز حقك يا عم اديني حقي. ودي مش اخلاقيات النوبة، احنا مع قضايا النوبة ومعاها، والدستور كفلها لهم، الناس كلهم متعاطفين عندهم، النائب ياسين الراجل والله اقسم بالله من اول الدورة إمام عندوش غير النوبة وحق العودة ومشاكل النوبة، برضو ما فيش ناس ما بتتفاهمش، فما ينفعش كده. طيب وبعدين انت النوبة انت 10% يا نوبة من سكان محافظة أسوان، انت عندك 90% باقي القبائل يا أخي معاك، والناس قاعدة فكل الناس دي عندها احتقان من الموضوع ده، يعني القبائل الثانية عندها احتقان. آه بتقول لي 90% من أهل أسوان متضايقين. ايوه محتقنين، يعني هم 10% النوبة وفوق راسنا، وليهم اصحاب حضارة وتاريخ وليهم حقوق وليهم حق عودة، فلكن ما تاجيش انت، ما تاجيش على حساب حقي، انت ما تقطعش طريقي، ما تمنعش السياحة، لان في اخويا واخوك بياكل عيش منها، انت تمنعنا بالسياحة. ودي مش اخلاقيات النوبة، اخلاقيات النوبة معروفة مكارم الاخلاق، يمكن انت يا احمد بيه انت بتسمع عن النوبة يعني الاخلاق طبعا، وانت راجل صعيدي يعني ابن عمنا يعني طبعا عارف الحاجات دي، يعني بتسمع النوبة، لكن ايه الجديد ده اللي بيحصل؟ يعني انت النهارده والامن والله اقسم بالله بيتعامل معهم زي قول يا سيادة النائب لنحبه شويه دلوقتي. قلت كلام انا عايز بس اخد توضيح منه، وتقول انه في ايادي بتلعب في الموضوع ده. اكيد مش اخلاقيات النوبة ولا اخلاقيات اسوان احمد، انت عمرك سمعت اسوان حصل فيها كده؟ في يعني في احداث يناير ما حصلش كده، الصعيد كله ما حصلش حاجه، واحنا قبائل وناس ابناء عموم، ده مجالس عرفيه، ده احنا الدم بنحله بالمفاوضات. هتقول لي شويه ارض ومش شويه ارض معايا انت بحضرتك يا سيادة النائب؟ وشمعنا اليومين دول؟ شمعنا اليومين دول يا احمد بيه؟ اه شمعنا اليومين دول؟ يعني انت جاي لي. انا دلوقتي ببني دوله وباسسها من يعني باسسها من الصفر. انت تاجي استنى شويه حاجات دي بتيجي بالتدريج، النهارده حيدولك دي وحيدولك دي، وحقوقك محفوظه، واحنا بنقول النوبه اساس اسوان واصحاب الحضاره والتاريخ، لكن انك انت تقطع الطريق انا لا مش هتعاطف معاك لما تقطع لي طريقي. قول لي يا سياده النائب، هتعاطف معاك؟ قول لي يا سياده النائب. نعم. هل شايف انه في محاوله للوي ذراع الدوله؟ والله احتمال يا احمد بيه، والله احتمال كبير، والله يا احمد بيه انا ما اعرفش، يعني لان دي مش اخلاقيات النوبه احمد بيه، مش اخلاقيات النوبه، لان النوبه بكل مره معروف الحكمه عندهم، ده لقمان الحكيم من عندهم، يعني معروف عنهم الحكمه، لكن انت اللي بيحصل ده طبعا مش اخلاقيات النوبه ابدا والله. طيب خلي حضرتك معايا يا سياده النائب، خلي حضرتك معايا